نجاح التصدي في هذا الموسم، منها 56 هدف محقق. نجح كلود أمين بإنقاذ مرمى لخويا. الآن هنا محاولة قائمة للخويا، تتسدد جول فلاديمير بايس، هدف نعم، هدف لأفضل لاعب في هذا الموسم على الأقل كما يرى الخبراء. وهكذا إذا ينجح فلاديمير فايز بتسجيل هدفه الشخصي السابع في دوري نجوم قطر، وهو اللاعب الذي حقق حقيقة الإضافة الفنية الكبيرة للخوية سواء في الدوري أو حتى في دوري أبطال آسيا. أوب، على طول يسجل هدف، أبدا ما فيها أوفسايد. هنا سددت من دامي تراوري، ظهر في مكانه المحبب، نعم نعم، وهو هز الشباك، المكان المحبب لسباستيان سوريا. 2 لنادي لخويا، لا شيء لنادي سيليا. الشوط الأول أيها الأحبة ينتهي لمصلحة لخويا، هدفين بنجم المباراة فلاديمير فايز، هدف وركلة جزاء منحها لسباستيان سوريا، سجلها سباستيان كهدف ثاني. سيليا يعاني من هدفين للخويا، وبطرد لعمر إبراهيم المباراة استطيع القول أمرا لفلاديمير بايز، يحط الجول. الله 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 الله، حتى لو وقف لخويا ما يوقف، وحتى لو ضمن اللقب وأحرز اللقب ورفع الدرع، فلاديمير بايز يضيف الهدف الثالث. شوف نمتاي إلى علي عفيف، ينجح بالمرور ويمر كرة جميلة جميلة جميلة. فلاديمير فايز يسجل ثاني أهدافه، فلاديمير فايز الهدف الرابع. علي عفيف يرسل كرة جميلة، الرابع 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 الرابع، علي عفيف يسجل الهدف الرابع من كرة ثابتة، مرت أمام الجميع ووسط أنظار الجميع وأنظار سامي الطرابلسي وأنظار غريغوري غوميز. علي عفيف إذن يسجل الهدف الرابع لنادي لخويا. شوف الكرة، المهارة كان فيها سباستيان سوريا بترك الكرة جهة اليسرى، انطلاقة انطلاقة انطلاقة، الخامس الخامس، نعم نعم الخامس، إسماعيل محمد يسجل هدف الشخصي العاشر في دوري نجوم قطر، والهدف الخامس لنادي لخويا. 5 أهداف للخويا مقابل لا شيء للسيلية. هذه النتيجة للمرة الثانية حققها نادي، أو للمرة الثالثة حققها نادي لخويا في هذا الموسم. فاز على الأهلي على نادي قطر 5.